هي حرفة متوارثة ممتدة على مر التاريخ. الزليج الفاسي ازدهر مع قدوم العرب الموريسكيين من الأندلس منذ القرن العاشر ميلادي في العصر الماريني، وتطورت بشكل متميز في العصر الحالي. الصعوبات والتحديات لا تخلو من أي حرفة، ولكل صانع ثقافته الموروثة في حرفتها. وقد روى لنا المعلم خليد أنها من الجن، لنستمع. هالصناعة هذه أقل اللي عارف التاريخ ديالها، هالصناعة هذه مع سيدنا سليمان، مع سيدنا سليمان معشر الجن، هو اللي كان قال لهم بغيت الرئيس يقصر ما عمري شتو، وكل جن بالفرقة ديالو قدوا له أحسن قصر ما عمر العين رأسه. هذه التاريخ ديال الصناعة الحرفية، مازال ما كايناش في الكرة الأرضية، هذا هو التاريخ ديالها. ولكل حرفة مشاهدينا مصدر خاص، والزليج الفاسي موطنه جبل وحيد يوجد في المدينة العلمية، وتربته خاصة ولا يقبل الاختلاط. وفي هذا الموضوع المعلم خليد يضيف: الطين كاين جبل واحد في فاس، واصلا هادي تقريبا واحد 60 سبع سنين هو كاين مشكل في الطين هذا، ان الطين كان وقع فيه مشكله كبيره بالنسبه لفاس، وقع فيه واحد المشكله وما يوقفوه، كانوا ماتوا فيه شي ناس، كانوا قابضين شي ناس كيتسمصروا فيه كيصوروا فيه المنايل، مني ماتوا داك الناس والناس المسؤولين دخلوا بالنسبه للوالي ورئيس الجماعه والناس اللي مسؤولين بفاس، هما يوقفوا داك الجبل، من يوقفوا داك الجبل ولاو كيصوبوا الطين مخلط، كيديروا التراب مخلط مع سميتو الجليج، ما كيجيش هو هذاك، كيصعب على الصنايعي في الخدمه ديالو، بالنسبه كيبغي يخدمو كيصعب عليه، كيترسلو كيعذبو في الخدمه، كيدير له الروطار في المصوار ديالو، فهمتي؟ اصلا الطين كاين مشكل فيه في فاس دابا، علاش؟ هاد الجبل مازال حابس هادي سبع سنين، ما بغاوش يعطيو انطلاقة باش يخدمو منو، إن علاش؟ هذاك الجبل فيه الفلوس، بالنسبة فيه الفلوس، مازال شي كروستيست اللي غير دي كلشي، مازال ما لقاوش، مازال كاين فيه مشاكل. إن فيه الدعوة مع الأحباس، مع الولي، مع الجماعة، مع الناس اللي كانوا قبضينو، فهمتي؟ وكنطلبوا من صاحب الجلالة ومن وزارة الصناعة التقليدية تدخل وتلقى الحل لهذا الشيء هذا. إن علاش؟ الصناعة الصناعي مضرور من هذه المسألة هذه. علاش؟ الصناعي معذب. إن علاش؟ اي واحد ما خدمش من الطين الاصلي غياكل العصا في الصناعيه كما كان النوع ديالو، غيكون كيصور واحد 200 درهم ولا 250 درهم، غيولي يصور غير 100 درهم ولا 120 درهم بز منو. علاش؟ ان الطين ما خدامينش به الدوريجين دابا، وهادشي داخلين فيه السمساره، وهاد السمساره اللي داخلين فيه داخلين في هذا الجبل هذا عارفين راسهم بلا ما نسميهم. أو كنطلبوا من وزارة الصناعة التقليدية تلقى الحل لهذا الشيء. الغرف كاع كيهضروا في هذا الشيء ولكني ما عارفينش المحسوبية ديال هذا الشيء. كاع الصناعية داير الإضراب تقريبا 3 سنين و4 سنين وما داير الإضراب على هذا الشيء، ولكني الناس المسؤولين ما فاهمينش هذا الروتار ديال العذاب الصناعي مع التاجير مع المنتوج مع اللي كيصدر، ما متفاهمينش بيناتهم، كل واحد كيعيط راسي راسي، ولكن شكون مضروب في هذا الشيء؟ هو الصناعي اللي كيخدم بيديه، كيكون كيصور 250 درهم، والله لا صور فوق 100 درهم 120 درهم في الطين هذا، وهذه هي الحقيقة. تقريبا واحد الشهر تقريبا ولا شهر ونص. ايوا داك الشيء من الفكرة والتصنيع اللي عطانا الله.
وداك الشيء موهبه عندنا من عند الله سبحانه وتعالى، ما مغير داخله في الصناعه التقليديه. موهبه ديال الصناعه التقليديه عندنا من صغرنا حنايا، حنايا هذه هي المدرسه ديالنا وهذه هي الدراسه ديالنا، هذا هو البحث ديالنا، وهذا الشيء اللي عطانا الله الصناعه التقليديه مسرح لنا في الدم من صغرنا حتى كبرنا. هي إذن حرفة مليئة بالصعوبات والتحديات، كونها تحتاج للدقة والتركيز والموهبة، إلا أن حبها يجعل صاحبها يبدع ويفرغ فيها كل ما لديه من مكتسبات فنية وإبداعية من أجل الحصول على لوحات وجداريات مغربية تقليدية نادرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.